مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. وموعد يتجدد كل يوم سبت مع اوراق اقتصاديه، نناقش ونستعرض اهم الاحداث والقضايا الاقتصاديه على مدار الاسبوع محليا وعربيا وايضا عالميا. في ظل احتفال القاره الافريقيه باليوبيل الذهبي لتاسيس منظمه الوحده الافريقيه والتي تحولت لاحقا الى الاتحاد الافريقي، نخصص هذه الحلقه لنلقي الضوء على التجربة الاقتصادية في القارة، خاصة أنها جاءت في ظل حركة قوية من التحرر السياسي في ظل الاستعمار القديم. تقلبت فيها دول القارة بين الأنظمة والفلسفات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بهدف الوصول إلى درجات مناسبة من النمو والتنمية والتي تضمن مستوى لائق لحياة المواطن الإفريقي. لكن النتائج على الأرض لم تكن على مستوى الجهد والنظم التي طبعت، وأدت في النهاية إلى معدل بطالة في إفريقيا تجاوز 25% رغم فترات النمو القوي والأمال العريضة. شهد اقتصاد القارة الإفريقية موجات متتالية من المد والجزر بالنسبة للنمو، جاءت متزامنة مع موجات من الرواج والانكماش في الاقتصاد العالمي عموما والأوروبي خصوصا. رغم الأزمة المالية العالمية، فقد حافظ الاقتصاد الإفريقي على توجه النمو وإن كان بوتيرة أقل، حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد الإفريقي من 3.4% في عام 2011 إلى 4.5% في عام 2012، في حين تثور توقعات بارتفاعه ولكن بصورة طفيفة إلى 4.8% خلال العام الجاري. القارة الإفريقية سارت مع التوجهات العالمية في التكامل والاندماجات الاقتصادية لتصل عدد التجمعات الاقتصادية فيها إلى 11 تجمعا، هي كوميسا وساداك وويمو وسيماك وإكواس وإيكاس والجماعة الاقتصادية لدول البحيرات العظمى واتحاد نهر مانو واتحاد دول المغرب العربي ولجنة شرق إفريقيا ولجنة المحيط الهندي. غير أن الأمم المتحدة لا ترصد سوى 6 تجمعات فقط هي الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في منطقتها، هي الكوميسا وساداك وإكواس وويمو وسيماك وإيكاس. الوضع الاقتصادي المحدود لإفريقيا انعكس على نصيبها من التجارة العالمية والذي لم يتجاوز 3%، حيث وصل نصيب القارة الإفريقية من الصادرات العالمية إلى 3.1%، كما وصلت نصيبها من الواردات العالمية 3.2%، في حين لم يتجاوز نصيب القارة من الصادرات الخدمية العالمية 2.3%، ولم يتجاوز نصيبها من الواردات 3.6%. أما على صعيد دور التجمعات الاقتصادية في التجارة العالمية كان محدودا للغاية، حيث لم يتجاوز أكبر نصيب لأي تجمع اقتصادي إفريقي 1% من التجارة العالمية. جاء تجمع ساداك في المقدمة بنسبة 1% من التجارة العالمية، يلي تجمع الكوميسا بنسبة 8%، ثم إكواس بنسبة 6%، ثم إيكاس بنسبة 4%، ولم يتجاوز نصيب تجمع كل من سيماك وويمو 2% من التجارة العالمية. وعلى صعيد الشركاء الدوليين، جاءت الدول الغربية في المقدمة بقيادة الولايات المتحدة ثم اليابان ثم الصين، ودخلت حديثا الهند وتركيا وإيران. رغم العلاقات والتشابكات السياسية والاجتماعية بين الدول الإفريقية والمصالح المشتركة لها، فإن هذا الوضع لم ينعكس كثيرا على التجارة البينية في القارة. فتجمع ساداك أكثر التجمعات الاقتصادية نشاطا في القارة، لم تتجاوز التجارة البينية 11% من إجمالي صادراته، يلي تجمع إكواس بنسبة 10%، ثم تجمع كوميسا بنسبة 6.8%،
جميع من إجمالي الصادرات رغم الروابط الاقتصادية والاجتماعية، فإن التجارة البينية في دول المغرب العربي لم تتجاوز 3.3% من إجمالي صادراتها. ثم يأتي تجمع البحيرات الكبرى بنسبة 2.5%، ثم تجمع نهر مانو بنسبة 1.6%، وأخيرا تجمع سيماك بنسبة تجارة بينية لم تتجاوز 1.1%. أمام هذا الوضع يرى الخبراء أن الاقتصاد الإفريقي يواجه 3 تحديات أساسية تعوق تطوره ونموه، ويأتي في مقدمتها ارتكاز المستثمرين الأجانب على قطاعي المواد الخام والبنية التحتية، بالإضافة إلى استمرار أساليب الإدارة الحكومية محكومة بالتقاليد الموروثة عن المرحلة الاستعمارية، الأمر الذي يقضي على التنافسية الاستثمارية لدول القارة في ظل تفشي الفساد الإداري والسياسي. العلاقات المصرية الإفريقية مرت بمراحل مد وجذب على مر العصور، فقد شهدت العلاقات تغيرات طبقا للتوجهات السياسية للرؤساء المتعاقبين، والذي كان له تأثير بدوره على جوانب عديدة منها العلاقات الاقتصادية مع دول القارة. في البداية لابد أن يكون الاقتصاد المصري قوي، اقتصاد منتج، لدينا مشروعات إنتاجية كبيرة جدا، ندخل إلى السوق الإفريقي ونحن نحترم هؤلاء الناس، بمعنى أن تكون السلع المصرية ذات جودة عالية وسعر منافس، لأن المواطن الإفريقي لن يقبل على شراء المنتجات المصرية وهي سيئة الجودة أو سعرها مرتفع، لذلك لابد أن نتعامل مع هذا الناس بكل الود كل الاحترام. فيما يتعلق بمشكلة وادي النيل ونهر النيل تحديدا، اعتقد ان المشروعات والتعاون الاقتصادي بين اثيوبيا وبين مصر هو الحل. اي كلام اخر عن الدبلوماسية اعتقد لن ينجح الا اذا كانت هناك مشروعات كبيرة. وجاءت القيادة السياسية بعد ثورة 25 يناير لتضع في اولوياتها القارة الافريقية لفتح مجالات تعاون جديدة، ويرى معها الخبراء ضرورة وضع اليات لاعادة التعاون مع القارة. المشكلة التي نواجهها نحن في مصر حاليا قبل الثورة وبعد الثورة، ما زلنا نفتقد الى استراتيجية وطنية مصرية للتحرك قبل القارة. ان استطعنا ان نضع استراتيجية وطنية للتحرك قبل القارة، اتصور قد نستطيع الاجابة على سؤال حضرتك، ان احنا نقف على ارض صلبة، ان احنا نستطيع نقدم سياسات، نقدم اليات، نقدم وسائل دعم. يعني على سبيل المثال، مصر تمتلك في هذه المرحله المبادره المصريه لتنميه دول حوض النيل. هذه المبادره من يطلع عليها يجد انها تحمل الكثير من المضامين الهامه جدا والاستراتيجيه التي تخدم المصالح العليا المصريه. هذه المبادره عباره عن ائتلاف يضم كافه المؤسسات المصريه التي تصل الى حوالي 21 وزاره او هيئه او مؤسسه مصريه تتكامل برئاسه مجلس الوزراء وتحت تنسيق وزاره الخارجيه، تحمل الكثير من المشاريع المهمه للتعامل مع افريقيا. على سبيل المثال، التعاون في مجال المياه، التعاون في مجال السياسه الخارجيه، التعاون في مجال الاعلام، التعاون في مجال التعليم العالي، التعاون في مجال الصحه، التعاون في مجال البيئه. العديد من المشروعات التي تنطوي تحت مظله هي المبادره المصريه لتنميه دول حوض النيل. وتواجه العلاقات المصرية الأفريقية تحديات عديدة، أهمها تنمية موارد حوض النيل في ضوء مطالبة بعض الدول بإعادة توزيع حصصها وحفظ السلم والأمن في إفريقيا. وللمزيد من التحليل للتجربة الاقتصادية في القارة الإفريقية ينضم إلينا في استوديو أوراق اقتصادية الدكتور ماهر شعبان، خبير الشؤون الإفريقية والأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. مساء الخير. دكتور ماهر، نبدأ بإيه هي القوى الداعمة لمصر في إفريقيا؟ شوف حضرتك، هو على مدار يمكن راح نحتفل حاليا باليوبيل الذهبي لقيام منظمة الوحدة الإفريقية، جاء هذا اليوم كي يذكر مصر بما لها من واجبات قبل أن تدور على الحقوق، عليها أن تبحث على واجباتها تجاه القارة الإفريقية. وبالتالي القوة الداعمة لمصر سليم، مصر تملك الموارد البشرية، مصر تملك الخبرات الفنية، مصر تملك الشركات الاستثمارية على أعلى مستوى أمثال شركة المقاولين العرب على سبيل المثال،
في نفس الوقت أيضا هناك مجموعة من الرأسماليين المصريين الذين استثمروا في داخل القارة الإفريقية، زي على سبيل المثال المهندس نجيب سويرس الذي استثمر أراضي كثيرة في بعض القطاعات في القارة الإفريقية، المهندس أحمد بهجت نفس الشيء برضه في السودان. فرجال الاقتصاد المصري الحقيقة عليهم دور كبير جدا في محاولة اكتشاف هذه القارة من جديد، لأن القارة الإفريقية رغم مرور عقود وعقود كثيرة على الاستقلال إلا أنها حتى الآن لا زال في مرحلة النمو، ولا زال في مرحلة الحبو القليل، ولا زالت القارة الإفريقية تتبع نظام الاقتصاد التابع. فمن هنا الدور المصري كبير على مصر باعتبارها رائدة العمل الإفريقي. صحيح أن في خلال السنوات أو العقود الماضية اندثر دور مصر في القارة الإفريقية، لكن هذا لا يمنع نحن أمامنا المجال المتسع الحقيقة لإعادة بناء الدور المصري في القارة الإفريقية، ولا سيما النهاردة ما هوش دور سياسي ولا هو دور عسكري بقدر ما هو دور تنموي في المقام الأول قائم على إحياء الاقتصاد الإفريقي الذي يملك كل المقومات. إفريقيا تملك كل مقومات القوى الاقتصادية، فعلى مصر أن تستغل لصالح المواطن الإفريقي ولصالح المواطن المصري الذي هو جزء من إفريقيا، أن تستغل كل القوى الداعمة لمصر أيا كانت شركات، مستثمرين، رجال أعمال، سليم أفراد، هذه القوى البشرية وهذه التنمية البشرية من أجل العودة بالساحة الإفريقية مرة أخرى لتأخذ مكانها الطبيعي في الاقتصاد العالمي. يعني حضرتك نسبة التجارة بين الدول الأفريقية والعالم وليه تمثل أقل من 1% بين الدول الأفريقية ومصر؟ يعني ازاي ان انا ممكن ازود الرقم ده هو يوصل ل 5% او 10%؟ حضرتك مش بين الدول الافريقيه ومصر فقط، لا ده ما فيش دولتين افريقيتين الحقيقه تجد حجم التجاره العالميه بينهم مرتفع الى حد كبير. لكن تعالي ناخد بمثال بسيط جدا في عالمنا العربي، دول الشمال الافريقي تونس، الجزائر، المغرب، حتى موريتانيا، السنغال، حجم التجاره العالميه الذي تربط هذه الدول بفرنسا قد ايه؟ وقارنيها بحجم التجارة التبادلية اللي موجودة بين الجزائر والمغرب، أو بين مثلا المغرب وتونس، أو بين موريتانيا والسنغال على سبيل المثال. فالتجارة الإفريقية ما بين الدول الإفريقية في مرحلة متدنية إلى أقصى، لسبب بسيط جدا إن المنتج يكاد يكون واحد. يعني حجم التجارة بين مصر والدول الإفريقية لا يتعدى 5 مليار دولار، وحجم التجارة البينية بين إفريقيا ودول العالم 2000 مليار دولار. عظيم. لما نتكلم في 5 مليار دولار فبنتكلم في أكثر من 53 وحدة سياسية في القارة الإفريقية، وده رقم مذهل ويخض الحقيقة. 5 مليار حجم التجارة ما بين مصر وبين الدول الإفريقية. يعني أنا الحقيقة أنا لسه عائد من أوغندا وشفت هناك ان في مجالات الاستثمار المصري، كانت فرحتي كبيره جدا لما شفت العالم المصري على البحيرات موجود هناك، رمز للصداقه المصريه الاوغنديه. لماذا لا تفعل على سبيل المثال؟ لماذا لا تعود مصر بدورها الرائد مره اخرى من اجل مزيد؟ يعني الدول الافريقيه زي ما قلت لحضرتك قاره بكره عندها مواد خام، هذه المواد انا بعتبر القاره الافريقيه منتج ومستهلك في ان واحد بتاخد الدول الغربيه. ممكن يكونوا انهم بيفتقروا للتكنولوجيا او للادوات يبقى حضرتك جاوبت على السؤال، بيفتقدوا الى التكنولوجيا الا وهي دور مصر. مصر تعتبر هي وجنوب افريقيا اكبر دولتين في القاره الافريقيه الى حد ما بيملكوا كل عوامل التكنولوجيا، فلماذا لا نربط القاره من الشمال والجنوب؟ لماذا لا نحيي الطريق الذي كان الاستعمار يفكر فيه في الماضي، القاهره الكيب على سبيل المثال، لربط الحقيقه شمال القاره بجنوب على سبيل، وفي نفس الوقت نقدر نكتشف افاق اقتصاديه جديده على سبيل المثال. مصر زي ما قلت لحضرتك بتملك الخبرات الفنيه اللي ممكن تدعم بيها، وده اللي مزعل افارقه مننا، وده اللي مزعل افارقه من مشكله مياه النيل. اما كنا في اوغندا سالنا اين مشكله المياه؟ قالوا ما فيش مشكله خاصه بالمياه، المشكله سياسيه في المقام الاول. افريقيا مش محتاجه ميه، افريقيا محتاجه كهرباء على سبيل المثال، بتعمل بعض السوق من اجل توليد الطاقه الكهربائيه كخطوه على طريق الانتاج، وده هنا الدور المصري الى حد ما. لابد ان مصر تفيد وتستفيد من داخل القاره الافريقيه، لابد ان يكون هناك تبادل منفعه بين المصريين وبين الأفارقة، لابد ان يكون في اخذ وعطاء، مش في كل شويه انا اديت لافريقيا انا اديت لافريقيا الى ان ملوا هذه العباره. لابد من وجود قوه اقتصاديه فعاله تحط ايديها في القاره الافريقيه. النهارده هضرب لك مثال بسيط جدا، لما تنزل اي مطار افريقي
في أي دولة إفريقية، مطار مثلا كعنتيبي، مطار أديس أبابا، مطار مثلا في إنجمينة، في أي مكان بتجد كمية هائلة من الصينيين موجودين. كيف اكتشفت الصين القارة الإفريقية؟ الصين النهاردة بدأت تغزو القارة الإفريقية، وبدأت النهاردة تقدم عطاءات، وبدأت تقدم النهاردة قروض غير مشروطة للعديد من الدول الإفريقية. النهاردة الصين موجودة في تشاد، الصين موجودة في سيراليون، تنافس كمان القوى الغربية. ده بيقول لي كده على الملأ أنه صراع اقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، القوة الناشئة الجديدة. اليابان بدأت تدخل إلى المنطقة، إيران بدأت تدخل إلى منطقة شرق إفريقيا على سبيل المثال، هناك قوة جديدة. الهند بدأت تدخل وموجودة من زمان، الهند والجزائر الإسلامية في منطقة شرق إفريقيا، كل دي قوى اقتصادية جديدة بدأت تنافس وتزحزح على مكانة مصر نتيجة العقود الثلاثة الأخيرة اللي تركت فيها مصر الساحة الإفريقية، وبدأت تهتم ببعض المسائل الوضعية مما أدى إلى دخول قوة جديدة إلى القارة الإفريقية. يعني مثلا لو خدنا مثال بشركة المقاولين العرب، حجم الاستثمارات وحجم الأعمال والإنجازات اللي عملتها شركة المقاولين العرب في القارة الإفريقية في الستينات والسبعينات سليم، وحتى منتصف الثمانينات، أرقام مذهلة. طب بجانب كمان شركة النصر للاستيراد والتصدير كانوا 19 فرع على مستوى الدول الإفريقية، يمكن دلوقتي الفروع قلت، ممكن لا الفروع كلها مغلقة إلا فرع واحد في أوغندا بتاع كمبالة، الفرع الوحيد هو اللي موجود وبقيت الفروع كلها أغلقت. السؤال لماذا ومين المسؤول؟ نعم. دي كانت بتدخلين عملة صعبة قوية جدا، بدل ما نروح ناخد عملة صعبة من هنا أو من هنا لابد حضرتك دلوقتي تقولي حاجة مذهلة لشركات أخرى ننشئ 18 فرع أغلقوا، يعني في 18 دولة إفريقية ولم تبقى إلا دولة واحدة في طريقها إلى الإغلاق برضو، وهكذا. فبالتالي ده ضرب الاقتصاد المصري، ضرب المستثمرين المصريين، ضرب للشركات المنتجة المصرية، وبالتالي لابد من إعادة بناء الدور المصري الاقتصادي في القارة الإفريقية. مصر ليها مكانة رائدة، والأفارقة يعرفوا قيمة مصر ويعرفوا قيمة دور الإنسان المصري، والإنسان المصري معطاء، والإنسان المصري قوي، يملك من الخبرات الفنية، يملك العديد والعديد من المقاومات التي تجعله قادر على أن يعوض الحقبة الاستعمارية. ولكن مع ذلك احنا عدنا حوالي عقدين ونصف من الزمان سليم ليست لنا أبنى علاقة بالقارة الإفريقية، وبالتحديد إذا أردنا التحديد انغلق دور مصر في القارة الإفريقية بعد حادث أديس أبابا في عام 94. اختفى الدور المصري تماما في القارة الإفريقية، وهمشت القارة الإفريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ففتحنا الفرصة للعديد من الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قبلها كان الاتحاد السوفيتي، ثم النهارده الصين، اليابان، الهند، إيران، كل دول بدأوا يذهبوا، لأن القارة الإفريقية في حاجة سليم إلى رأس مال، في حاجة إلى تشغيل الطاقات العاملة اللي موجودة عندها، في حاجة إلى قبل هذا وذاك إلى التوجيه الاقتصادي المنفعة. ما أنا قلت لحضرتك إنها منتج ومستهلك في آن واحد، ده أنا باخد الكاكاو وأروح أصنعه وأرجع بعولهم تاني وهكذا، وأكتب عليه 100 إن كذا. فده ما ينفعش الحقيقة في القارة الإفريقية، زي ما قلت ساعتك عندها كل المقومات، لكن هي ماشية تحت التجربة الاشتراكية والتجربة الرأسمالية والتجربة لكن فين التجربة الإفريقية؟ أين التجربة الإفريقية؟ يعني احنا النهاردة عملنا الاتحاد الإفريقي، هي مسميات منظمة الوحدة الإفريقية تحولت الاتحاد الإفريقي، احنا عايزين اقتصاد على أرض الواقع يفيد الإنسان الإفريقي. يعني حضرتك على غرار الاتحاد الأوروبي، يعني الاتحاد الأفريقي المفروض أنه بعد مرور 50 عام، كيف تقرأ التجربة الاقتصادية من تحقيق لأهداف ونمو مستدام في القارة وبين الدول الأفريقية وبعضها؟ حضرتك أوروبا خرجت من الحرب العالمية الثانية سنة 45، بص حضرتك دولة زي اليابان خرجت من الحرب الثانية مهشمة، النهاردة اليابان أقوى قوة اقتصادية. لماذا لم تستفيد إفريقيا من التجربة اليابانية؟ لأن إفريقيا عندها أكثر من المقومات اللي موجودة عند اليابان. اليابان النهاردة مستورد للطاقة، مستورد للبترول، مستورد لأشياء كتير جدا. إفريقيا عندها البترول، إفريقيا عندها الطاقة، إفريقيا عندها المقومات، فليه ما استخدتش التجربة اليابانية كمثال وطبقته على أرض الواقع الإفريقي؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. سبب بسيط جدا، لأن لا زالت الاقتصاد الإفريقي اقتصاد تابع. ولو حددت لحضرتك مجموعة دول غرب إفريقيا وارتباطها الاقتصاد الرهيب بفرنسا، مجموعة دول شرق إفريقيا وارتباطها الاقتصاد ببريطانيا، دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعترك الاقتصادي الإفريقي، ومن قبله كان الاتحاد السوفيتي والصراع في منطقة القرن الإفريقي، فإذا إفريقيا مقسمة
وقسمنا بين النظام الرأسمالي وبين النظام الشيوعي قبل أن يسقط فالاقتصاد الإفريقي ومزق. فتلاقي النهاردة أي دولة إفريقية حجم التأمين بلاش كده. أنت حضرتك لو رحتي أي عاصمة إفريقية شوفي على سبيل المثال لما كل مثلا في تشاد خمس دول عربية فقط ليهم سفرات في إنجامينا كويس مقابل أزيد من 151 قنصلية وسفارة إسرائيلية في داخل القارة الإفريقية. هذه نقطة في غاية الأهمية. الإهمال العربي إذا أنت بتعمل اقتصاد أنت بتعمل شيء خطير جدا في داخل القارة الإفريقية. المقاومات كلها موجودة. حضرتك الأرقام اللي عرفتيها في بداية البرنامج أرقام خط سليم على حجم مثلا التجمع 11 تجمع اللي موجودين ده انا كنت ممكن اعملهم تجمع واحد. السوق الاوروبيه المشتركه على سبيل المثال اللي وحدت العمله الاوروبيه في اليورو انا مش عارف واحد عمله الدولتين في القاره الافريقيه. يبقى اذا لابد اولا ان احنا ننظر الى كل مقومات الاتحاد الافريقي. هي مش اسماء ولا مسميات هي في حقيقه الامر لابد ان تكون تجربه على ارض الواقع. امام الاتحاد الافريقي يبقى كل واحد يتنازل عن كرسيه وفي نفس الوقت يعمل توعيه للمواطن الافريقي التوعيه السياسيه التوعيه الاقتصاديه التوعيه الثقافيه في المقام الاول. ده النهارده لحد النهارده الافريقي ما بيكتبش تاريخه. أما جرى تاريخ أي دولة إفريقية لابد أجيب الوثائق الغربية اللي كاتبها غربيين عشان أعرف إيه هو تاريخ غانا ولا تاريخ نيجيريا ولكن فين كتابات الإفريقية. على سبيل المثال من يكتب الاقتصاد الإفريقي من يقول عن مقومات الاقتصاد الإفريقي إلا الإفريقي نفسه. الإفريقي النهاردة متاخد في العالم الأوروبي بيدرس في أرقى الجامعات الأوروبية والأمريكية وكذا. فرغنا القارة الإفريقية من كل محتوياتها فرغنا القارة الإفريقية من كل وذلك مقوماتها الاقتصادية ودي عملية استعمارية في المقام الأول. كان الاستعمار السياسي ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام حركة الاستقلال الإفريقية في عام 60 تحول من استعمار سياسي وعسكري إلى استعمار اقتصادي. ولذلك لازالت القارة الإفريقية استقلت بعلم نشيد لكن التبعية الاقتصادية لازالت موجودة إلى يومنا هذا. خذ التجربة الفرنسية في مالي. ما الأسباب التي دعت فرنسا إلى التدخل في مالي ومن قبلها في كوت ديفوار ومن قبلها في تشاد؟ فرنسا تدخلت ليه؟ هل حماية المواطن الإفريقي؟ لا، هي حماية المصالح الفرنسية الاقتصادية في المقام الأول. يعني انقطاع العلاقات الاقتصادية أثر على العلاقات السياسية بين دول القارة الإفريقية وده راجع للتبعية الاقتصادية زي ما حضرتك بتقولي. سؤال خطير جدا اللي هي العلاقات الاقتصادية. طب العلاقات الاقتصادية متقطعة دي جاية منين؟ جاية نتيجة مشكلة خطيرة جدا أوجدها الاستعمار في قلب القارة الإفريقية ألا وهي المشكلة السياسية مشكلة الحدود. ما فيش دولتين إفريقيتين على وئام. الاستعمار خد القبيلة وقسمها ما بين غانا وكوت ديفوار على سبيل المثال. الاستعمار واخد بالك عمل لي مشكلة بين مصر والسودان في حلايب. الاستعمار عمل مشكلة بين الجزائر والمغرب في تندوف وغيرها وغيرها. ما فيش دولتين إفريقيتين على وئام لأن هناك صراع سياسي انعكست أثاره على الصراع الاقتصادي. في نفس الوقت عدم وجود طاقة منتجة، في نفس الوقت عدم وجود قوة بشرية تستثمر، في نفس الوقت هروب المستثمرين لأن المناخ السياسي اللي موجود في القارة الإفريقية لا يشجع على الاستثمار على سبيل المثال. ظاهرة الانقلابات العسكرية، ظاهرة الحروب الأهلية اللي موجودة في القارة الإفريقية، كل ده انعكس على المواطن الإفريقي على سبيل المثال، فكانت هذه النتيجة التي توصلنا لها. لكن أنا لا أتحدث عن نظرية تدعو إلى التشاؤم. لا ده انا عايز اقول ان برغم كل ظروف افريقيا برغم الحروب الاهليه برغم الصراعات الدمويه برغم الانقلابات العسكريه برغم الانفلات الامني الا ان القاره الافريقيه تملك كل مقومات الاقتصاد القوي بل تملك ان تكون اقوى من الاتحاد الاوروبي اقوى من اليورو نفسه على سبيل المثال. انا عندي كل المقومات. انا عندي يورانيوم وعندي ذهب وعندي حديد وعندي منجنيز وعندي بترول وعندي كهرباء وعندي مساخن مياه وعندي مي وعندي كل حاجه في القاره الافريقيه. على الانسان الإفريقي أن يبدأ بنفسه أولا في ظل توجيه يأتي إليه وده هنا دور مصر. برجع بقى لدور مصر. دور مصر المفروض أن يكون دورا اقتصاديا الآن ليست زعامة سياسية. دور مصر برضو كان قوي يعني في افتتاح عبد الناصر للسد العالي كان جنبه الهيلا سلافي وده كان امبراطور اثيوبيا. الآن احنا بنرى مشهد يعني دكتور مرسي مع رئيس وزراء اثيوبيا وتصريحات لي يعني سد النهضة لا يضر بمصلحة المواطن المصري بل يصب في مصلحة الإقليم
بصفة عامة، يعني حضرتك شايف بين المشهدين ايه؟ المشهد الاول مشهد نصر عبد الناصر، مشهد الستينات، مشهد رائد في تاريخ القارة الافريقية، ان عبد الناصر اول من خلق المواطنة الافريقية وحسس الانسان الافريقي بقيمته. كاريزما عبد الناصر انعكست على كل يعني انحاء القارة الافريقية. ما تجدي اي دولة افريقية الا من اكبر شوارعها شارع جمال عبد الناصر. حتى انا فوجئت لما كنت في كمبالا ان السواق بتاعنا اسمه جمال، فبقول له، قال لي انا ابويا سميني جمال، فقلت له ليه؟ والتاني اسمه ناصر، واحد تاني انت جبت الاسماء دي منين؟ فقال لك الاب بيقول كان عندكم رئيس كذا. فشعبية عبد الناصر مشتقت انتصرت في كل انحاء القارة الافريقية، لان البداية بتاعت عبد الناصر كانت بداية قوية. عبد الناصر في 56 يتصدى لعدوان الثلاثي، عبد الناصر يأمن القناة، عبد الناصر بيعمل مجالية تعليم ويحس المواطن الافريقي على العلم وعلى الثقافة والاخيرة. فعلا كانوا بيجوا هنا يتعلموا في الازهر والجامعات المصرية، وبيعتبروا مين اللي انشر البعوث الاسلامية في الدول الاخرى وليهم انتماءات وطنية. الازهر قوي في القارة الافريقية على الحقبة الناصرية على سبيل المثال. اما الان الحقيقة حصلت فترة انقطاع ما بعد رحيل عبد الناصر والرئيس السادات، برضه حتى نعطي لكل مواطن حقه. اول من دعا لعقد مؤتمر عربي افريقي في عام 77، مؤتمر القمه العربي الافريقي الاول، لان ده كان رد الجميل للقاره الافريقيه توقعت مسانده لمصر في حرب اكتوبر 73. وقدم الرئيس السادات عن طريق الضغط على دول الخليج وعلى الدول البترول ان يقدموا الدعم للقاره الافريقيه، وقدموا الدعم في مؤتمر القمه العربي الافريقي الاول. بعد 77 انقطعت تقريبا او انفصلت سلة مصر بالقارة الإفريقية. فبالتالي النهاردة الرئيس محمد مرسي بيدعو دعوة جديدة. سليم هو يعلم ملف القضية تمام، ويعلم أن القضية شائكة، ويعلم أن الدور المصري قد اختفى في القارة الإفريقية، ويعلم تماما اندثار هذا الدور إلى حد ما، وعلى يقين تمام أن هيئة المسلمين قالت له أن كل الفروع بتاع شركة النصر التصدير الأسرة قد توقفت في القارة الإفريقية، ولم يعد إلا فرع واحد زي ما قلت حضرتك في طريقه إلى الانزلاق. أن شركة المقاولين العرب الحقيقة هي النادي الوحيدة التي لا زالت تعمل جاهزة الآن في القارة الإفريقية. ومن هنا جاءت دعوته الحقيقة إلى عقد مؤتمر اقتصادي دولي في القاهرة في العام القادم يجمع التجمعات الإفريقية. عايزين نجمع ال 11 تجمع الموجودين في القارة الإفريقية، ال 11 تجمع اقتصادي الموجودين دول، علشان نعملهم تجمع إفريقي موحد. هل نستطيع نعمل عملة على غرار مثلا زي العملة مثلا الفرنك سيفا؟ حتى العملة عندهم هناك واخدة لقب أجنبي، يعني مثلا تشاد والكاميرون، الفرنك سيفا. الفرنك سيفا ده عملة من فرنسا، دي فرنسا نفسها اتخلت على الفرنك وبدات تخش في اليورو، ولا زي برضه الاتحاد السوفيتي سقط، ولا زالت موزمبيق مثلا شيوعيه على سبيل المثال، الشيوعيه بتسقط فيما بيها، ولا زالت العديد من الدول الافريقيه تتمسك بالشيوعيه حتى يومنا هذا. فالفرنك سيفا دي عمله موجوده في اكثر من دوله واكثر من تجمع، فيها نسيمها في دول اللي هي التجمع بتاع سين صاد اي الساحل والصحراء، ماشي بنظام اللي هو العمله الفرنك سيفا او كذا او كلام ده. حتى مش عايزين نقول مثلا الريال مثلا التشادي او الريال اللي كذا، لا، المواطن حتى للفقير الغلبان يقول لك الفرنك سيفا هي العمله الاساسيه اللي موجوده عندنا. فالنهارده دعوه الرئيس محمد مرسي لعقد مؤتمر اقتصادي افريقي الحقيقه كبير بحضور كل قاده زعماء الدول الافريقيه، كانه بيحط مصر على اول الطريق السليم من جديد، من اجل البناء ومن اجل التنميه ومن اجل القضاء على الفقر والقضاء على الجوع وعلى القاره الافريقيه. لما تشوف حضرتك كل مقاومات النجاح ومع ذلك كميه فقر عاليه جدا جدا، في مواطنين افريقيا تحت خط الصفر، شوفناها بعيوننا تحت خط الصفر، يعني ما فيش ما أدنى حاجة، يعني ما أدنى. وبلد غنية، بلد غنية ولا محتاجة كيماويات في الأرض ولا غيره ولا كلام من ده، ده النبات طبيعي وكل شيء طبيعي. أنا شفت في حضرتك في أوغندا أجمل مناطق شفتها في الدنيا، شفت الريف الأوروبي موجود هناك، لكن شفت المواطن في حالة متدنية إلى حد كبير. ونمتلك الموارد من خلال المواد الخام كمان، يعني لو كل الدول الإفريقية تكاملت ونسقت مع بعضها العلاقات الاقتصادية بينها ومن خلال الاتفاقيات الواقعة، ممكن الاقتصاد الافريقي يبقى اقوى اقتصاد في العالم. يبقى مطلوب تحقيق حاجتين. الحاجه الاولانيه التخلص من التبعيه الاقتصاديه. الحاجه الثانيه هل سيترك الاستعمار لنا ولقارتنا الناشئه الجميله التي يطلق عليها القاره السوداء، اذا حتى اللقب اللي قالوه لنا لقب اوروبا، هل سيترك لنا الاستعمار المجال كي نقيم
اتحاد الولايات الإفريقية كي نقيم خلل كل رئيس قاعد في دولته. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية فيها 51 ولاية ولا كلام ده ولا 50 ولاية، لكن في نهاية الولايات المتحدة الأمريكية هل نستطيع أن نكون أقوى الولايات المتحدة الأمريكية؟ على فكرة نملك كل المقومات الاقتصادية والفكرية فلذلك المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي. نعم. مؤتمر في غاية من الأهمية، وياريت الدول الأفريقية تستجيب لهذه الدعوة، وياريت مصر في القمة التي تعقد الآن في أديس أبابا سليم تجد أذان صاغية لدعوة الرئيس مرسي لعقد هذا المؤتمر الدولي في القاهرة، أولا في أحياء لمكانة مصر، ثانيا هتتفتح الفروع مرة أخرى المغلقة في العديد من الدول الإفريقية، ثالثا هيتشجع حجم الاستثمار. مش معنى كده أن الفائدة هتعود على المواطن المصري فقط، لا، ده الفائدة هتعود على المواطن الإفريقي وعلى المواطن المصري والمنفعة متبادلة. بس أنا عايز أديك معلومة، إفريقيا ما تنفعش فيها المشروعات الاستثمارية الكبيرة، عايز مشروعات استثمارية صغيرة سليم حتى يستفيد بها مجموعة سليم أو بضعة مئات من المواطنين، ونستفيد كمان من خلالها من خلال صفقات المتكافئة، يعني احنا بنصدر لهم مثلا سلعة معينة ممكن يكون بالعملة بتاعت كل دولة، والمركب وهي رجعت رجع لنا بالحاجة اللي احنا مستوردها من عندهم. اللي بيعملوا الاستعمار. نعم. الاستعمار بيبعت المراكب بتاعته ويجيب الروح هذيك المنتجات الافريقية ويجيب الزمالك القطن ويجيب الشاي ويجيب سليم وتوديها لانك وترجعها له تاني مصنوعات وتكتب عليه اسم البلد، وده طبعا شيء يعني يمس كرامة الانسان الافريقي في المقام اللي عليه ان يستيقظ أن يستيقظ ويعلم أنه غني. وهذه الكلمات بقى نختتم هذه الحلقة وهي الاستيقاظ والصحوة الاقتصادية إن شاء الله. نشكر الدكتور ماهر شعبان خبير الشؤون الإفريقية والأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا فندم السادة المشاهدين. شكرا مع مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء.